السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا في ليلة النصف من شعبان الآن يا شباب، واحنا في هذه الليلة المباركة العظيمة اللي الله أعلم هتيجي في عمرنا مرة تانية ولا لأ. اوعى الشيطان يشتت تركيزك الليلة، انت قدامك فرصتين عمر الليلة، اوعى الشيطان يشغلك عنهم وعن التركيز فيهم. دي مش ليلة كسل، دي مش ليلة نوم، دي مش ليلة أي أعذار، دي ليلة قدامك يطلع عليك الآن. الله يطلع على قلبك الآن، الله يطلع على نفسيتك الآن. انت متخيل يعني ايه لما ربنا يطلع ويلاقي حالك صالح ويلاقيك عابدة ويلاقيك قانت ويلاقيك مجتهدة في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ لعل ربنا ينظر لك نظرة رضا. ازاي تفوز بنظرة رضا من الله الليلة؟ ازاي تفوز بنظرة رضا من الله الليلة؟ مش عايزك تيجي يوم القيامة تقول يا ريتني مش عايزك تيجي يوم القيامة لما تشوف اول زمرة داخلين الجنة 70,000 متماسكين تقول يا ريتني. مش عايزك تيجي في يوم في القبر لما باب الجنة يتفتح ويتقفل تاني هذا كان مقامك في الجنة لو كنت أطعت الله تقول يا ريتني. مش عايزك تيجي لما تشوف ناس بتشرب من ايد النبي يوم القيامة من على الحوض تقول يا ريتني. مش عايزك تيجي يوم القيامة لما تشوفي بنات في سنك واقفين في ظل عرش الله والناس كلها واقفة أدمغتها بتغلي في حر القيامة تقول يا ريتني. مش عايزك في يوم القيامة تندب، مش عايزك في يوم القيامة تزعل. احنا في ليلة فرصة عظيمة من الفرص يا جماعة. انت ممكن تفوز النهاردة بنظرة رضا من الله، نظرة رضا تغير حياتك. هذه نظرة نظرها لنا عبد فكيف لو نظر لنا الله. الكلمة اللي قالتها بنت العبد الصالح لما راح يحج وساب اسرته وكانوا فقراء، امير من الامراء ما عد شاف الفقر اللي هم فيه، رمالهم كيس دنانير ذهب، الدينار الواحد 4.25 جرام ذهب، يعني بحوالي كام 2,000-3,000 جنيه. ثروة نزلت عليهم من السماء. الكل فرح إلا بنته، قعدت تبكي. أمها بتقول لها يا بني أغنانا الله لما تبكي؟ قالت هذه نظرة نظرها لنا عبد، اختنينا بنظرة رضا واحدة من عبد فقير زيه زينا فكيف لو نظر لنا الله. يا أمة محمد ممكن ربنا ينظر لنا النهاردة نظرة رضا، ممكن ربنا ينظر لك الليلة نظرة رضا يغير لك حياتك، يغير لك ظروفك، يغير لك نفسيتك. ممكن ربنا ينظر لك الليلة نظرة رضا يشفيك من المرض اللي عندك، ممكن ربنا ينظر لك الليلة نظرة رضا يستعملك بيها في طاعته وفي الدعوة إليه، ممكن ربنا ينظر لك الليلة نظرة رضا يقضى عنك ديونك ويزود لك دخلك ويوسع لك رزقك وينجحك في الشهادة ويدخلك الكلية اللي أنت نفسك فيها، ممكن ربنا ينظر لك الليلة نظرة رضا يجوزك يرزقك الذرية، ممكن ربنا ينظر لك الليلة نظرة رضا يكتب لك الفردوس الأعلى، يرضى عنك، يعفو عنك، يغفر ليك، يتوب عليك. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، دي مش ليلة كسل، دي مش ليلة تشتيت انتباه. إذا كان ليلة النصف من شعبان اللي أنت فيها الوقت أهو، اللي أنت فيها وأنت سامعاني الوقت أهو، أنت فيها بقى أهو اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنها. اطلع الله إلى أهل الأرض. طب لما ربنا يطلع تقدر انك انت تبص نظرة رضا؟ لما الله سبحانه وتعالى يطلع عليك تقدر انك انت تبص تقدر انك انت تفوز من الله سبحانه وتعالى بنظرة رضا من اطلاع رب العرش العظيم عليك؟ غمض عينك كده وعيش بقلبك مع نظر الله سبحانه وتعالى، غمض عينك كده وعيش بقلبك ان ربنا بينظر ليك دلوقتي. ممكن ربنا ينظر ليا وانا بتكلم الوقت عن ربنا وبشجع الناس انها تتكلم عن ربنا، ربنا يبص لي نظرة رضا. ممكن ربنا يبص لك دلوقتي وانت بتسمع وعندك همة، او انت بتسمع وقايم تكلم الشباب وتذكر الفيس كله وتذكر السوشيال ميديا كلها بليلة النصف من شعبان، ربنا ينظر لك نظرة رضا. دي الصفقة الاولى في ليلة النصف من شعبان. الصفقة التانية فيغفر لأهل الارض جميعا الا لمشرك او مشحن. المغفرة بقى، المغفرة دي مش حاجة سهلة. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله لهم مغفرة، لهم مغفرة. دي جت بعد امانه، امانه دي كان تمنها داخل الدار الارقم في عز التعذيب، في عز كوي الظهر بلال بالنار، في عز قتل سمية وطعن سمية من ابو جهل بحربة وقتلها، امانه دي كان تمنها غالي قوي. وهاجروا، لما ابو سلمة وام سلمة خارجين وسلمة معاهم في الطريق، طلع قومها خدوا ام سلمة وسلمة، طلع قومه خدوا سلمة
يبقى خدوا الذريه بتاعتهم. هو كمل الطريق وراح في اتجاهه، ومراته راحت مع قومها، وسلمى مع قومه. يا جماعه الاسره اتمزقت، الهجره ما كانتش سهله، وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، ضحوا بعمرهم، عرضوا رقبتهم للخطر، عرضوا عمرهم للخطر. كل ده في الاخر ربنا قال لهم مغفره. يعني يا رب ده كلمه المغفره دي عاليه قوي، ده كلمه المغفره دي عشان في ناس دفعت عمرها ثمنها، في ناس دفعت مالها ثمنها، في ناس دفعت مواهبها وفنت عمرها ثمنها. انت الليله ربنا جايبها لك على صنايع من فضه، الليله ربنا بيقول لك انا ممكن اغفر لك، هطلع عليك وممكن اغفر لك لو انت من اهل العمل الصالح، لو انت من اهل التوحيد، لو انت من اهل صفاء النفس ومفيش مشاحنات بينك وبين الناس، لو انت من اهل العباده والايمان والاقبال على الله. المغفره اللي غيرك دفع عمره ثمن ليها. الله سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه بعد 22 سنه، الايه دي نازله بعد 22 سنه من البعثه، بعد 130 غزوه اسريه جهدوا في سبيل الله، بعد الهجره، بعد الجهاد، بعد شعب ابي طالب واكل ورق الشجر، بعد المرحله الجهريه والتعذيب في طرقات مكه، بعد مخاطرات الهجره، بعد ما كان احدهم لا يامن ان يقضي بولته وحاجته في غزوه الاحزاب، بعد وبعد وبعد، بعد 22 سنه ربنا بيقول لهم لقد تاب الله. الناشين العظيمه دي في ناس دفعت عمرها ثمنها، ربنا جايبها لك النهارده، ربنا اختارك النهارده، اوعى انت ما تختاروش، ربنا فتح لك باب المغفره النهارده، اوعى انت تقفله على نفسك، اوعى تتشغل عن ربنا بحاجه، اوعى تتحجج لربنا بحاجه، اوعى تعتذر لله بحاجه، اوعى تدي ظهرك لربنا الليله، اوعى ربنا يفتح لك ابواب السماء عشان تقول يا رب اغفر لي فيغفر لك، وانت تتشغل في دنيا ولا سوشيال ميديا ولا 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 اي شهوه ولا اي لذه ولا اي معصيه ولا اي غفله ولا اي. الليله ليله التركيز يا شباب، الليله عندنا صفقتين عظيمتين قوي مع الله، صفقه طلب نظره رضا منك يا رب، نظره رحمه منك يا رب، نظره عفو منك يا رب، نظره حب منك يا رب، نظره حنان منك يا رب، نظره من منك يا رب، نظره بر واحسان، نظره لطف وود يا سميع يا قريب يا رب. والصفقه الثانيه مغفرة يا رب، اغفر لنا يا رب، ذنوبنا كتير، صحفنا هترفع اخر شعبان ازاي بالمصايب اللي فيها، كم فجر رايح وكم فريضة ضيعة وكم سرحان في صلاة وكم تضيع لفريضة وكم هضم الحق مسلم، كم وكم منكر شفناه وما غيرناش، كان احنا مليانين ذنوب يا جماعة، مليانين غفلة وتقصير في حق الله وإسرافي في أمري، يا ما أسرفنا في أمر الدين وفي أمر وكل أمر يتعلق برضا الله سبحانه وتعالى. المغفرة اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة، اللهم ما أنزلته على عبادك الصالحين في ليلة النصف من شعبان من فتح ونصر ومدد ورضا وود ولطف وحفظ ومعية وغفران وتوبة ورحمة وعفو وبر وإحسان، فاجعل لنا منه أعظم حظ ونصيب يا رب. اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ركزوا يا جماعة، اجتهدوا يا جماعة، ليلة عظيمة، ليلة مباركة، ما ينفعش نتهاون فيها ولا ينفع نغفل فيها. اللهم اطلع عليك الآن، اللهم اطلع عليك الآن يا رب، نظرة رضا يا رب، غفرانك وعفوك ورحمتك ومنك وكرمك. ربنا كريم وطيب وجميل وودود ولطيف، وربنا سبحانه وتعالى مش هتاخد من حد زي ما تاخد من ربنا. وربنا ألا إن في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. الليلة دي نفحة، الليلة دي ليلة نفحات، تعرضوا لها شباب، محتاجينه في كل حاجة، محتاجينه يرفع عننا البلاء والوباء والغلاء والهم والكرب والعنوسة والبطالة محتاجينه،
محتاجين ربنا قوي. على قد ما انت محتاج ربنا وعلى قد ما انت فاهم انت محتاج ربنا قد يتعرض لنفحات الله الليلة وما تضيعهاش على نفسك لعلك تكون من الفائزين بفتوحات ونفحات الله الليلة. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.